سي كافي المركب الثقافي الان تاع الحي حسن يتم الافتتاح ديالو، ورغم انه تاخر في الافتتاح ديالو، واش تظن بان هذا المركب هذا غادي يساهم في تطوير الثقافه في هذه المقاطعه هذه والدار البيضاء عموما؟ كما قلتي هو فعلا تاخر لانه من الجماعات اللي تاخرت انه يكون عندها مركب ثقافي. ملي شفتو تقبيه عجبني، جميل جدا، الخشبه مصوبه مزيان، الامكانيات الكليراج كاين، يعني قاعه عاليه جميله جدا. كيبقى واحد المشكل اللي حنا دائما كنطرحوه وهو التسيير. يعني ملي كتجي مثلا كتقاعة بحال هذه تيخص ذوي الاختصاص، خصها تعطى لواحد السيد اللي عنده علاقة بالمسرح وكيعرف شنو المسرح. فملي كتجيب انسان اداري كيتعطل شوية باش ملي كنتعاملوا معاه تيكون باقي ما عارفش شناهي الاسس المسرح والقواعد وكيفاش يتعامل. المشكلة عاوتاني الثاني وهو ملي كيبدا يفهم وتبدا يعرف شنو هو المشكل، كيتبدل رئيس الجماعه، كيجي واحد اخر كيحيد هذاك وكيجيب واحد اخر. فكنبداو حنا دائما كنعاودوا من الصفر مع الناس اللي كيجيو هذا. فاظن ان العمليه خصها تكون في نظري انا، خصها العمليه كيفاش خصها تكون، انه الجماعه تبني يعني القاعه والهذا وتخصص ميزانيه ودير اتفاقيه مع وزاره الثقافه. لان كاينين دابا تبارك الله طلبه اللي تخرجوا من المعهد يعني عارفين واش المسرح، دارسين المسرح، فمن الاولى يعني هما الاولى باش في التسيير هذول، لان كيكونوا عندهم علاقه مع الميدان وتعرفوا اشنو خاص الميدان، اشنو هو الامكانيات اللي ممكن تجهز. هذه في نظري هذا هو الحل. استاذ نستغلوا الوجود ديالكم نهضروا شويه على الدراما المغربيه، ما تشوفش الدراما المغربيه في السنوات الاخيره يعني عرفت واحد التطور مقارنه مع الثمانينات والتسعينات في القرن الماضي؟ طبعا ماشي تطور كبير بزاف، لان بخلاف من اللي كنا حنا البدايه ديال التلفزيون كان شويه بون، كانت الميزانيه ناقصه، كانت بزاف الحوايج، كانوا المخرجين محسوبين على رؤوس الاصابع. دابا تبارك الله كاينين شباب اللي تخرجوا قراوا السينما، قراوا هذا وهذا، فاهم، وحتى الامكانيات بالنسبه يعني الانتاج، الامكانيات الماديه حتى هي توفرت اكثر. وراه هادشي كما قلت لك انه ملي كتكون الامكانيات كيكونوا ذوي الاختصاص هذاك الشيء كيبان في العمل. نعطيك مثال بالفريق الوطني، ملي جبنا وليد الركراري لونسيان جوار كيعرف دار بوم شقرا هذا، ملي جا راه عرفتي النتيجه اللي تبارك الله راه بهر العالم. فهاد الحوايج خصهم يتسقطوا على جميع الميادين. المنتخب الوطني، المنتخب الوطني وصل للعالميه، امتى يجي الوقت بان الدراما المغربيه على الاقل توصل على المستوى العربي، تروج للتسوق على المستوى العربي؟ باقي تلاحظوا انها تتسوق غير على المستوى المحلي. هذا مشكل، عرفتي شنو في كاين؟ كاين في, 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 في السوق، لان حنا كندوجو غير محليين، الاعمال ديالنا كدوج محليين، فخص التفكير انه يكون هناك واحد المكتب او شي حاجه بحال هكا اللي نسوقوا الاعمال ديالنا، نمشيو حنا تكون الجوده طبعا، لانه ملي غتلقى السوق تيخسر هذه العمليه غتسقط على الجوده، باش تبيع منتوجك تيولي كيخصك تقلب على ممثلين مزيانين، مخرجين مزيانين. فهذا هو اللي ناقصنا الناس اللي سوقوا لنا الاعمال ديالنا.